اهلا بيكم اصحابي اطفال كي جي تو، اتمنى انكم تكونوا مستمتعين باوقاتكم وان يكون فيها دايما وقت للمراجعه على اللي احنا خدناه في الترم الاولاني علشان نرجع المدرسه واحنا مستعدين وشاطرين. اليوم هنقرا بعض الكلمات اللي احنا اخدناها في الترم الاولاني ونتعرف ايه هو الجديد اللي احنا متعلمينه منه. هيا بينا للكلمه الاولى. زينه زينه. هل تستمعون يا اصدقائي لصوت هذه الكسره الطويله لاسفل؟ زي. هل ترون ماذا كتبت؟ انها تكتب ياء وتسمى المد بالياء. استمعوا مره اخرى الى صوتها. زينه زينه. إنه صوت المد بالياء وقبله يأتي الحرف تحته كسرة. زينة. هيا نقرأ ونتهجأ الكلمة التالية ونتعرف هل بها مد بالياء أم لا. ديك دي. هل تستمعون لهذا الصوت؟ إنها كسرة لأسفل شديدة. ديك ديك. نعم، كلمة ديك بها مد بالياء والحرف الذي قبل المد بالياء الدال أسفله كسرة. ديك. هيا إلى الكلمة التالية. ريشة ري. هل تستمعون هذا الصوت؟ فعلا إنه المد بالياء، إنه كسرة لأسفل شديدة. ري. وتكتب ياء والحرف الذي يسبق المد بالياء هو الراء وأسفله كسرة. ريشة ريشة. هيا إلى الكلمة التالية. نعم، إنها كلمة صينية. هنا يا أصدقائي أرجو الانتباه. نعم، يوجد حرفي ياء، حرفين أيهما به المد بالياء؟ هيا نتهجأ ونقرأ الكلمة لنتعرف. صي. نعم، إنها الكسرة القوية، إنه المد اللي بياء بعد حرف الصاد وتأسفل الصاد كسرة. صي ن يه يه. نعم، الياء الأولى في كلمة صينية هي التي بها مد وتمد ككسرة قوية لأسفل. صي ن ي ي ي. أما الياء الأخرى فتنطق وتنطق ي ي ي. صي ن ي صي ن ي. كلمة صينية بها مد بالياء في الياء الأولى فقط. صي ن ي. هيا الكلمة الأخرى. سكين سكين. هل تستمعون لهذا الصوت؟ نعم، إنه صوت المد بالياء وقبله حرف الكاف الذي تحته كسرة. سكين سكين. هذه هي الكلمات التي قرأناها جميعها بها مد بالياء والذي صوته هو كسرة شديدة لأسفل والحرف الذي يسبق المد بالياء تحته كسرة. هل لاحظتم هذا يا أصدقائي؟ انتبهوا. هيا يا أصدقائي انتبهوا، فلنتهجأ ونقرأ هذه الكلمات ونتعرف هل بها مد بالياء أم لا. فلنبدأ بالكلمة الأولى. تين تين. هل تستمعوا لهذا الصوت بعد التاء؟ تي. نعم، إنه الكسرة لأسفل شديدة ويسبقها حرف التاء تحته كسرة. نعم، كلمة تين بها مد بالياء، نضع بعده خط. كلمة تين بها مد بالياء. هيا نقرأ الكلمة التالية نتعرف هل بها مد بالياء أم لا. في يا في يا يا. هل الياء هنا تمد؟ لا يا أصدقائي، لا أسمع لصوت الكسرة الشديدة لأسفل. في يا يا يا. هنا الياء تنطق ولا تمد. لا، كلمة ثياب ليس بها مد بالياء، لن نضع تحتها خط.
هيا للكلمة التالية، خي ي ي ي. كلمة خيار ليس بها مد بالياء، ليس هناك صوت الكسرة الشديدة لأسفل، بل الياء في كلمة خيار تنطق ولا تمد، خي ي ي ار، خيار. هيا للكلمة التالية، ذا ي ي ي ي. هنا أيضا حرف الياء ينطق ولا يمد، لا يوجد ها هنا مد بالياء، ذا ي ل، زيل زيل، لا أسمع صوت الكسرة الشديدة لأسفل، فكلمة زيل ليس بها مد بالياء ولن نضع تحتها خط. هل استمعتم يا أصدقائي وتعرفتم على المد بالياء؟ إنه صوت كسرة شديدة لأسفل، يكتب ياء ويسبقه حرف أسفله كسرة، ويسمى المد بالياء. هل استمعتم؟